أقسم بالله العظيم أن كل رجل وضعت على رقبة مواطن سوف نبترها. أعلن أنا العميد الركن عدنان محمد الأحمد رئيس فرع استطلاع في قيادة المنطقة الشمالية انشقاقي عن الجيش الأسدي القاتل المجرم الذي انتهك الأعراض ودنس الحرمات وقتل الشيوخ والأطفال. أقول لأشقاؤنا العرب بلا استثناء: اتقوا الله في الشعب السوري. ويا حكام الإمارات، لو كان الشيخ زايد رحمه الله على قيد الحياة هل كان سيترك أطفالنا ونساءنا في هذه الحالة؟ عاشت سوريا حرة أبيها والنصر.